البداية يوم الأحد تاريخ 5 فبراير إن شاء الله مدينة دبي للإعلام بتطلق مبادرة يوم بلا مركبات بالمشاركة مع بلدية دبي. وهذه المبادرة الهدف منها أن نشجع الشركات الإعلامية وطبعا الأفراد المتواجدين بالمنطقة أن يرسخوا مفهوم وأسلوب الحياة المطور، وبنفس الوقت حابين أن نبني بيئة متماسكة، بيئة خالية من التلوث، ونقلل إن شاء الله بهذا اليوم عدد كبير من الشركات الموجودة. وعلى الأكاونت اللي موجودة بالسوشيال ميديا لموقع مدينة دبي للإعلام حاب الجميع أن يشارك، بتكون في مسابقات لهذا اليوم وفي جوائز للمشاركين. ونحن كمنظمين يوم الأحد إن شاء الله من أول الصبح بنكون موجودين على المترو ستيشنز المتوفرة للRTA، ففي فريق جاي من الترامز، في منهم جايين من المترو ستيشنز، وفي شركات مشاركة معانا حابين يجون معانا، في غيرهم كثير بيستخدمون الباص ستوبس اللي موجودة داخليا، وبيحاولون إن هذا اليوم ما يجون بالسيارات. وإن شاء الله نلقى تفاعل كثير من الشركات الموجودة، تفاعل من الأفراد، ويكون في تصوير وتغطية على منصات السوشيال ميديا أكاونتس، ونختار الفائزين إن شاء الله.